اللي عايز ربنا يغفر له كل ذنوبه اللي فات واللي جاي، وابن حجر نص على ذلك، الصغير والكبير، القديم والحديث، الخطأ والعمد، يصلي صلاة التسبيح وتصليها مرة كل يوم، مرة كل أسبوع، مرة كل شهر، مرة في العمر لو مش قادر، يعني مرة كل يوم لو أقدر، طب مش قادر مرة في الأسبوع، طب مش قادر مرة كل شهر، طب مش قادر مرة كل سنة، مش قادر مرة في العمر. تمام، أصليها في العمر دي بقى ليها قيمة لوحدها لما طبعاً. في صلاة صليها إن شاء الله، تصليها مرة في العمر، إذن هي صلاة قيمة جدا، صلاة عظيمة، ده عطاء إلهي منحة. ولذلك سيدنا النبي بيقول لعمه العباس: ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك، يعني كأنها منحة من ربنا، عطية من ربنا، مكافأة من ربنا. أصليها إزاي؟ مهم جدا بسرعة. هي 75 تسبيحة في كل ركعة، هم 4 ركعات، صليهم ركعتين وتسلم وتستريح ماشي، تصليهم 4 ركعات على بعض برضو ماشي. الناس اللي بتتلخبط تقدر تصليهم، يعني ما اعرفش موضوع ان انا اصلي ركعتين واسلم واصلي ركعتين تانيين، او اصليهم 4 على بعض. الله اكبر وسبح 10 تسبيحات، عدي ورايا، هقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، واحد، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. تمام، خلصت 10 تسبيحات، اقرا الفاتحه وما تيسر من القران. يعني الاول قبل الفتحة أيوة بقول التسبيح 10. أقول كام يا فندم؟ 10. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أدي واحد. تمام كده، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ونعد على أيدينا 10 مرات. وبعدين أقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، وسبح 15 مرة ولسه وأنا واقف وكده، وإحنا واقفين لسه. بعد الفاتحة وما تيسر من القرآن كام؟ 15. وعندنا 10 يبقى كده كام؟ 25. وبعدين أركع 10،